اهلا وسهلا مشاهدينا. الليله بالليل وسهره جديده ومختلفه، خصوصا لما تتعلق بالاختيارات، لانه ما دائما اختياراتنا في يدنا ومشاعرنا احنا ما بنقدر نعمل عليها كنترول. بيجي زول معين بيخطف روحك وبيخطف قلبك وبتقول انه ده الشخصيه الصح. ده ما بيمنع انه يكون برضه في خيار ثاني لاسباب ثانيه. وعموما اي زول في الحياه عنده معتقداته وعنده القوانين الماشي بها، وممكن يقول لك والله اختياري الاول مش ولا بد، لكن لقيت الاختيار الصحيح مفصل علي تفصيل. التعدد حكمه، وانا اسعد في هذه السهره مشاهدينا ان تكون معايا الشاعر والاعلاميه الجميله شاديه عطا المنان. اهلا وسهلا بك شاديه، حبيبتي. كل سنه وانت طيبه نجود، وتحيه لك وتحيه لمشاهدي قناه النيل الازرق. وليله بالليل والسهر جميل معاك، سهر جميل والليله والليل موضوع نار. الفنان الجميل، اي والله مجذوب انس. اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب. والله كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وسعيد جدا بهذه الليله وحنسهر بكم حبه نحن، فتحملونا وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، وان شاء الله نقضي معكم وقت جميل يعني. ان شاء الله. طبعا الناس اللي بيحبوك تاري يا استاذ مجذوب، والله انا بشكرهم يعني. بشكرهم شديد يعني. التعدد حكمه، لكن طيب رايكم شنو؟ اقرا السؤال التفاعلي ولا ابتدي؟ اوكي حاضر. طيب اشوف السؤال التفاعلي في انتظار المشاهدين طبعا وحبايبنا اللي بيحضرونا عبر صفحتنا في فيسبوك. يتزوج الرجل بالثانية لأنه زول مضطر زعلان من مرته الأولى، ولا مرته قالت له راضية إنك تعرس فيني؟ والثلاثة خيارات كل خيار أصعب من الثاني. كل زول عاد الليلة نشوف رأي مشاهدينا الكرام وحبايبنا. التعدد حكمة، لكن انا قبل شادي قلت في البدايه انه احنا ما بنملك مشاعرنا، يعني اختياراتنا اللي بنشوفها صحيحه احيانا بعد فتره بنشوف لا. وبالتاكيد المراحل العمريه برضو بتلعب دور كبير في القصه دي، والنضج العاطفي والعقلي اكيد. بعدين بحييكم مره ثانيه، وخلوني اقول انه الاسئله مستفزه جدا ومثيره للمشاكل في البيوت. يعني مضطر وزعلان من مرته وقالت لي وعرس. شفتوا الاخيره دي ما في سودانيه، انا تخيلي حتقول يا راجل امشي عرس لو يحصل الموت. فالموضوع ده خطير شديد. بعدين ما في عقلانيه، يعني انا ما ممكن اجي لزول اقول له يا اخي انا عايز احب نجود. فانا ما بخطط، المشاعر لا يخطط لها صح، لانه انا بحتاج زول يكون في كيمياء بيني وبينه عشان انا اقول، يعني بمصطلح البيوت السودانيه الهسه شلبته الزول ده، شلبوه من مرته. شلب حبيبتي، لكن هو بمزاجه هو اختار. فالموضوع شنو؟ فعلا الموضوع انه انا لاي مدى قادره استنطق حاجاتي جوا الزول ده؟ في زول انا بحس انه بيفهم انا زعلانه ليه، في زول من غير ما تتكلم بحس بيك انك انت مبسوط، انك زهجان، انك عايز تعبر عن زول، عايز تشرب كوبايه قهوه، عايز تتكلم، عايز تقول. لكن الزول ده ما في، الزول ده عندنا في 5 مراحل، في الحبيبه، في الخطيبه، في الزول اللي عقدوا عليها، في مرتك، في ام اولادك. ما في مراحل الاهتمام والمحبه والمشاعر والسؤال، الاربعه ديل بيختلفوا في المراحل دي كلها. في زول ممكن يشيل التلفون لو انا خطيبته او انا حبيبته قبل ما يجي رسم البيت، بيقول لي والله تتونس معي 3 ساعات، بتونس معي لحد التلفون ما يقع من يدك، بتونس معي وتقول لي يا اخي انا ما بقدر انوم من غير ما اسمع صوتك، لكن لما اجي ابقى ام اولادك بكتبني الحكومه. صحيح استاذ مجذوب، حبيبتي معانا في الونسه دي، رايك شنو انت في الكلام ده؟ فبكتب الحكومه يعني هنا المحبه قلت، في حاجه، في احساس بين الناس بدا يقع متساقط، الناس محتاجين ترجع. يعني انا متاكده احس اي زول بيسمعنا لو رجعت قلت له اخر مره مرتك سالت منك 200 او ارجع لاي رساله، انا اتحداكم كلكم اللي قاعدين تشاهدونا هسه، اتحدى انه اي زول فطر برا بيته يرسل تلفون، يرسل في رسالته يفتح يقول حبيبه قلبي فطرت كيف؟ والله العظيم حترفع التلفون تقول لي جنات مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولو انت ضربت شيء التلفون قلت له مشتاقين وانت ما معوده، حيقول يا ربي دي هي؟ لا ولا حرجة للتلفون دي هي يا ربي ولا ما هي. فالموضوع فيه اهتمام وفيه قصة بتاعت
محبة وريضة. طيب. وما ساي نشوف رأي أستاذ مكزوب في القصة. نعم. دي أنت طبعا تابعت قراءتي. أيوة. وشادي أنا خلاص عرفت يعني أنت اخترتي أيوة. ففكرة إنه والله يعني شرع الله ده ما في زول بيقدر يتكلم فيه. دي حاجات منزلة من الله سبحانه وتعالى. أكيد. لكن احنا بنتكلم من ناحية اجتماعية وناحية نفسية، تقبل انه في زول تاني حيجي يشاركك، وما اي زول بيحب يشاركه في حبيبه في نصفه التاني. ايوه. ها. والله يعني انت بالعربي كده مع المرة الثانية دي ولا برا؟ والله في اشكالية طبعا يعني البيت عموما يعني الواحد انا تجربتي كزول متزوج يعني. فانت حددت طريقك يعني اخترت الزول اللي عايز تتزوجها. بعد ذاك هي يعني بقدر الامكان بيكون في تقارب بيناتكم. احيانا في معظم الاحيان بيكون في تباعد لانه الطباع قد تختلف في الفتره الاولى بين الرجل وزوجته، لانه يعني سبحان الله الزواج ده الزول بتختاره ده ما انت تعيشت معه عن بعيد، لكن لما تيجي تتزوجه الحياه هنا بتختلف. صحيح. فبالتالي في النهايه الشجع لا يصح الا صحيح. طيب ننتقل سوا في يعني اقرا لكم الرسائل الجميله لحبايبنا. تحيه لك نجود والتحيه للضيوف الكرام والتحيه لاسره البرنامج. بصراحه اسئله صعبه جدا وبالاخص اخر سؤال 99.9% من الزوجات مستحيل تدلك او تقبل تتزوج عليها. مهند عميرتي تحياتي لك يا مهند. دي رسالة أولى. مساء الخير نجود العسل، والله القسمة خلته مطر. أحلى تعليق. صغيرة دادي دادي، صغيرة دادي دادي. ميادة أم رهف، في اختلاف آراء، احتمال مزاج وقال له وعرس من دون أسباب، احتمال تشلب، احتمال مرته ما بتنجب وقالت له وعرس، واحتمال كل الاحتمالات. ده فرض منطق. بالذات احتمال كل الاحتمالات دي. يتزوج الرجل بالمرأة يتزوج الرجل بالمرأة الثانية إذا كان في إهمال وعدم توفر سبل الراحة. كديسة غمرانة تحياتي لك يا كديسة. مساء الخير عليكم، نرحب بالضيوف. والله تعدد له أسباب، وأنا أقول البيوت أسرار من أماني أماني. طيب رسالة ثانية، أكيد بيكون مضطر من الوضع العايشة ومن مرته الأولى بحاول يفتش الناقص في العرس الثاني. رزاز محمد، شكرا يا رزروزة. الليلة بالليل مرحب بك نجود وشادية والأستاذ مكزوب أنسة. التعدد قسمة زي الزواج الأول. متوكل خالد عبد الرحمن تحياتي لك يا متوكل. طيب دي آراء مختلفة، دي ناس عاشوا التجربة أو لا، أو في ناس مقربين لهم أصدقاء صديقات، والناس اللي بتجي ايوه ويعني ناس بتجي تحكي، او يزول ممكن يكون بحب تشمشر فضولي، فضول عالي جدا. هو السؤال ممكن تساله ليه، تقول له انت عايز تعرس ليه؟ انا سويت شنو عشان انت تمشي تختار؟ قال لك في واحده من الاستطلاعات او من التفاعل بتاع السوشيال ميديا قال ممكن يكون حاسس انه هو في نقص في زواجه الاول حاب يكمله. طيب ليه المتهمه المراه؟ شوفي نحن اجتماعيا نحن اول حاجه نثبت حاجه، التعدد في الدين نحن ما مختلفين فيه، وديننا فيه التعدد والشرع. لكن انت يا الفالح يا العايز تتعدد، ما انا تربيت كده، ما تربينا في مجتمع في بيئه اجتماعيه ما عندها الذكاء العاطفي، ما تربينا محجمين في مشاعرنا وعواطفنا، فانا ما حجيب لك حاجه من برا، انا ما بيت البيوت اللي انت جيت منها، فعندنا عيب المرأة يعني المرأة تكون قاعدة في بيت نسابتها وراجلها لما يجي تقوم جارية وتفتح الباب وتنزل يعني وتقدمه لحد العربية، دي حاجات هو قال قبيل فقدها. ما هو انتوا قبيل ما خططتوا صح. بعدين منو قال انها فقدها عشان العيب في المرأة؟ ما ممكن يكون العيب فيك انت برضه، انت برضه ما متواصل معاه، ما مديها الجرعة بتحت الاهتمام حقتها، يعني محبتها، سؤالك عن حاجاتها، عن تفاصيلها، عن انه مش هو ليه يتزوج، الحصل شنو في البيت. في زول ممكن يتزوج عشان يقول لك انا عايز احافظ على البيت، تمام؟ يحافظ على البيت لانه فيه مشاكل، منو جاب المشاكل؟ الاختيار هل كان غلط في الاول؟ ما في زول بيختار غلط. الليله استاذ مكزوب عاد انت تخطيت في حته عشان تدافع عنهم. تسكت. لا انت في فتيل. ايوه فانت الليله يعني استاذ شاديه شدوي عندها راي وبالتاكيد انت عندك راي.
والله نحن الفنانين ديل يعني طبيعتنا بنقرب المسافات وبعيدة وبنقرب أكثر. يعني لو لاحظت الأغنية السودانية عموما يعني دائما فيها شوكة من الحبيب وظلمه. دبلوماسية دي منك. لا ما دبلوماسية دي حقيقة. فأنت دورك تقرب بين الناس. يعني مثلا يعني آخذ مثال، يعني دائما الحب في السودان يعني موجود يعني، لكن بترتيب معين يعني ما زي الدول. كيف يعني ترتيب؟ يعني بمعنى انك انت يعني الحبيبه بتكون بعيده عنك، انت بتشوفها من الحي من هناي، بتسال عنها بنت فلان، واحيانا تتزوجها. فزي ما قلت قبل بيكون دائما معروف انه الرجل والمراه لما يجوا تحت بعداك الاشياء بتتغير. ليه؟ لانه كل زول بيدور يوري الحاجات عكس الخطوبة. يعني الخطوبة دي رغم إنها حاجة متربية، لكن الخطوبة أحيانا بيكون فيها زي مجاملة كده، يعني البنت بتحاول تصير ليك الجانب وإنت برضه بتلبس ثوب الملك. لكن يا جماعة ما ممكن يكون في موقف معين لسيدة ذكية أو شابة ذكية تعرف تلقط الموضوع إنه والله هنا في خلل؟ يعني قصدك اليد ما زي ما قصدك الشلابة؟ الزولة اللي بتجي المرتبة الثانية؟ طيب هي مش ممكن تكون، يعني ممكن تكون ذكيه لا، لكن انا ما بخطط عشان اجي الثانيه. اكيد اي زول بيكون عنده عايز، انا عايز اكون الاولى في حياه اي في اي حاجه، في حياه الرجل، في علاقاتي، في تميزي، في الحاجات اللي انا حابه انجح فيها، حتى العلاقات العاطفيه والزواج. لما يجي موضوع الزواج ويجي الزوجه الثانيه بتختلف المسببات. انت ليه بتفرطي؟ ما هو نحن بنسال سؤال، انت ليه؟ انت ما زمان كنت بتسالي لما يجي لابس التيشيرت الجميل في الجامعه بتقول لها والله لكن الليله اللون ده لايق عليك، يا اخي انت ما رهيب، يا اخي الليله اللبسه دي سمحه. اللي اتغير شنو؟ هو بقى سيد البيت، مش وضرته يا استاذ، قال بريده براها يرتاح قلبي حين مطراها سيد أيوه. البيت. فيلا الراحه النفسيه يعني جود دي بتجي من المحبه، من الطله الحلوه، من الـ يعني النبي عليه الصلاه والسلام من الابتسامه، يعني من التعامل اللطيف، من الرقه، من السباق، من المعاشره الحلوه، من انك تساعد الناس وتدخل في حاجات وتشيل معاها وتودي. احنا الليله لو استاذ مجذوب انا جيت داخله لقيته في المطبخ وانا كنت اخته حقول رفع الرايه. يعني ما يعني شوفي الاخطاء الاجتماعيه اللي قاعدين نبني على شكل علاقاتنا. شوفي انا بربي ولدي كيف وبنشئه في الاول عشان يجي بعدين المساحه بينه وبين زوجته يكون فيها لغه بتاعت استعلاء حتى في مشاعره. يعني هو لو زعلك ممكن يشتري لك قويشه بتاعت ذهب فيها 70 جرام، لكن ما يجي يقول لك انا اسف حبيبتي. انت محتاجه اسف يعني أنا اسف انا حبيبتي. عايزه الكلمه الحلوه يعني اسف حبيبتي ولا شنو؟ يعني الناس عايزه التعامل الحلو. في فراغات بتخلي الناس يدخلوا. انت ما تزعلي، انت لما تتيحي فرصه، لانه يعني انت ما بتسالي صباح الخير، انت زول اذا طلع ما بترسلي يومك كان كيف، عامل شنو، بتضربي تليفون اسمع الو عايزين العيش واللحمه والسكر ما عندنا والزيت طيب ده في حاله، عشان كمان انا اجيب كل الاطراف يعني، ده في حاله لو هو كان ما مقصر في بيته. لو واحده جات قالت لك شاديه لكن هو مقصر مثلا، انا اقول له صباح النور حبيب قساية بياته بياتو نفس. دي قالتها لك جبال هنا قالوها لك في السوشيال ميديا أيوة. انه البيوت اسرار أيوة. شفتي كلامك ده سامح كيف؟ لا هو مقصر في شنو؟ مقبيل المقصر ده لما كان خطيبك وكان حبيب العمر وكان سيد الريد وكان سيد الناس كنت بتضربي وبتسالي. هو ذاته لو انت قصرتي بيكون في مساحه بتاعت حوار. الليله المساحه بتاعت الحوار بين الازواج ما في. يعني هو بيزعل بيقول لك انا اسمع اقول لك حاجه، انا طالع يا فلان اي لاقيني في الحته الفلانيه، بيقفل الباب بيمرق بيقول لك انا بمرق، دي فلاحه دي ما فلاحه. انت خلاص بدات تهدم في العش الصغيره البلان حلنجي ديك، انت بدات تنزل فيها حبه حبه، مش قال لك حبه حبه زيد غرورك مره زيد الريده حبه، رجلنا السوداني ده حبه حبه بزيد غروره وهي بتزيد عناده وبتمشي تقنجر. شفتوا يا جماعه القنجره السودانيه دي تمشي تقنجر وتزعل عندها لها، فبيبقى الموضوع بيتحول لحاجات ثانيه. ده كلام جميل. انا سعيده جدا انه برضو يكون معانا في هذه المساحه الفنان القدير استاذ عبد الله العامر من المملكه العربيه السعوديه للحديث في هذا الجانب، خصوصا انه عدد من الفضائيات العربيه وحتى التلفزيون السعودي ناقش موضوع التعدد بشكل مختلف. اهلا وسهلا استاذ عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومساء الخير. اهلا بك، انا سعيده جدا بوجودك. الله يحفظك والعشر مباركة، وأنا سعيد جدا أني أكون على هذه القناة الجميلة وأتحدث
أتحدث إلى الجمهور والشعب السوداني الحبيب والشقيق والعزيز على قلوبنا كسعوديين. الله يخليك. حضرتك فنان قدير وفنان كبير، صاحب إطلالة جميلة، أنا من معجباتك برضو يعني متابعاك، وتحية لأهلنا في السعودية، والله نورتنا. وموضوع التعدد حكمة، خصوصا أنه الدراما ناقشت الموضوع ده بشكل مختلف وتناولته بأكثر من وجه، فعايزة أعرف رأيك في النقطة دي بداية. والله الحقيقة احنا قدمنا في الدراما السعودية موضوع تعدد الزوجات، لكن يعتبر يمكن الحق متولي هو أشهر عمل عمل هذا الموضوع. ويعني هذه سنة، والزواج وتعدد الزوجات أحيانا له ضروريات أنه بيحل مشكلة العنوسة، فتناولت الدراما، لكن بكل أسف الدراما تتناولها من نواحي شبه كوميدية ولا تتناول الجوانب الإيجابية في هذا الزواج. نعم، لكن برضو في سؤال أنا حابة أطرحه، أنه ما في سيدة يعني أو امرأة محبة للرجل بشكل كبير تقبل أن يكون يعني تجي ضرة، تجي واحدة تانية حتى لو الدراما ناقشت؟ النسوان دائما ما تقبلون باي شيء يعني، لكن انا قلت لك انه صحيح، انا ما اقترح على رجل يتزوج اذا هو ما هو مضطر انه يتزوج، يعني كمان المراه ما حق الا اذا هناك عذر شرعي يعني. لكن في الدراما شيء جميل، يطلع لك مواضيع جميله، يكشف نفسيات الزوج والزوجة ونفسيات الزوجات لما يكونوا أكثر من واحدة، تحصل مواقف وتحصل أشياء طبعا أغلبها مبالغة لا تكون في الواقع. نعم. طيب بنسمع في الحياة أنه أول زيجة كانت قسمة ونصيب وقد تكون اختيار من الأهل، لكن الاختيار الثاني خفقان القلب ومحبة القلب صعبة شديد يا أستاذ عبد الله. والله انا رجل تزوجت بناء على اختيار الاهل الزوجه الاولى، ولا زالت هي الوحيده ولن ارضى بغيرها. يا سلام. لن اختم حياتي معاها، لكن انا اعتقد ان الزواج الاول الاكثر حظوظا والحب ياتي مع الحبيب الاولي. الزوجه الثانيه يعني ممكن تحدث، لكن يعني اتوقع الزوجه الاولى هي دائما الحبيب. نعم. طيب انا حابه خصوصا اذا صارت، ايوه خصوصا اذا صارت ام الاولاد وام العيال، يعني هي المتوجه في البيت. يا سلام على الكلام الحلو، ربنا ان شاء الله يحفظ زوجتك. رايك شنو في الرجل اللي بيكون عنده النيه المخفيه انه يتزوج للمره الثانيه لكن خايف من زوجته الاولى ماسكه السكينه؟ والله هو غير جدير انه يكون زوج لوحده ثانيه اذا هو اللي بيخفي على زوجته الاولى، معناته هو رجل ثقته بنفسه قليله جدا. انا لا احب ذلك، بالعكس بتزوج اكون صريح واكون قد الكلمه دي، ولا ما في داعي، انا بكذب على نفسي وبخدع نفسي. ف انا شخصيا اتمنى اني ما اصل لهذه المرحله ولا اكون بهذا الاختيار الصعب. الاصدقاء في المجال او المقربين منك اللي بيجوا ياخذوا المشوره يعني منك استاذ عبد الله، والله يا عبد الله احنا يعني ما عارف، بس الحصل حصل وانا حبيت وحتزوج، فكيف انت ممكن يكون قرارك او لشخص يعني جاك عايز يسمع مشورتك؟ والله انا بقول له انت بتتزوج اذا اشوف الحب، هذا مشكله اذا انه حب، طبعا الحب الحقيقي، فاكيد ان الزوجه الاولى عندها مشكله انها ما استطاعت انها تعيش الحياه الحلوه. طبعا اي واحد، انا اتوقع ان ما في واحد بيتزوج الا يكون مضطر، الا ان كان واحد مش طبيعي يعني عنده فلوس وبيلعب في الحياه، لكن واحد بيتزوج زوج ثانيه تكون الزوجة الأولى سبب رئيسي وسبب مباشر في أنه يتزوج، يعني ما عرفت تتعامل معه، أو أنه النصيب يعني لم يحبوا بعض فاضطر أنه يتزوج. لكن واحد بيتزوج مجرد أنه لازم يتزوج وفرد عضلات قدام الناس أنه أنا بتجوز أكثر من واحدة، أنا أعتقد أنه عنده خلل في التفكير.
على صعيد اخر حابه اعرف لو في ان شاء الله يعني في القريب العاجل يكون في شراكه في الانتاج مثلا الدرامي السوداني السعودي او السعودي السوداني، لو في اي فكره زي دي ان شاء الله استاذ عبد الله. وعايز اعرف برضو علاقتك معانا احنا كيف مع السودانيين، لو في اصدقاء برضو سودانيين مقربين لك. اولا علاقتي بالشعب السوداني قديمه جدا، كمدرسين كأصدقاء كموظفين. الآن عندي في الشركة كان في مذيع زميل لنا الله يرحمه ماجد الأيال، ماجد اشتغل معايا في أعمال كثيرة جدا، هذا الصوت الجميل. في الدراما السعودية في مشاركات لممثلين سودانيين موجودين في السعودية. السودانيين دمهم خفيف، روحهم حلوة، لديهم وفاء. أنا وجهة نظري أن السودان بلد جميلة لم تكتشف، ولكن مع التطورات والتغيير الجديد اللي في البلد والنهضة اللي تعيشها السودان، السودان سلة غذاء للعالم العربي. فأتوقع أنه من واجبنا أن ننتج أعمال مشتركة، وأن وقريبا إن شاء الله أنا طبعا زملائي في المهرجان العربي للإعلام السياحي نخطط لزيارة إلى السودان إن شاء الله. ستكون السودان وجهة سياحية مهمة إن شاء الله قريبا لدول الخليج والعالم العربي بإذن الله. إن شاء الله تنور والله. والعلاقات عموما السودانية السعودية تاريخ قديم جدا، ربنا يديم المودة والمحبة، وإن شاء الله حتكون موجود معنا لباقي السهرة أستاذي العزيز عبد الله العامر. وكلام جميل خصوصا أنه فيما يتعلق بالدراما يعني العربية التي تحدثت وقال كلام يعني حاج بتولي ما في زول ما حد بتولي وضره واحده، ضره واحده لا تكفي. شوفي قال كلمه جميله انا حابه منها، يتكلم عن انه السودان دوله لم تكتشف بعد. شفتي ده الخطا بتاع التسويق والترويج للحاجات ده، انا عايز اربطه لك وين في البيت. يعني ما في راجل بيبحث عن بديل عن زوجه ثانيه ما لم يكون في اخطاء بتاع التسويق. صحيح. بالنسبه من شاديه واخواتها ومن نجود، يعني التعبير بتاع المحبه الايصال. ما انت بتريدي انت بتريديني، انا هعلم كيف، انا هقطع القلب افتشه ما حفتشه، انا هشوف المحبه دي بالافعال بالهدايا، مش تهادوا تحبوا يعني، بالسؤال عن الاخر، بالتفقد الحال، بانه كيفك انت وعامل كيف وانت يومك كان كيف. الحاجات دي بالمناسبه بتعزز ثقافة المحبة بين الناس، بتخلي أنا عايزة أسيطر. ما هو ما كلام، أنت عايزة تسيطري مفترض تملي الفراغات القاعدة دي. وأنت نفس الحال، ما أنت إذا فتحت بقى الميزان ده ما متواصل أو ما موزون مع بعض بيكون هنا في خلل. فالحياة دي لازم يكون فيها عطاء وفيها أخذ. نسمع طوالي منك أستاذ مكذوب، حتسمعنا شنو أغنية ولا عندك تعقيب أول بعد ذاك تغني؟ والله أنا كصاحب تجربة أنا حس الحمد لله بحي أسرتي، ولكن المشاكل اللي بتحصل دائما في البيت عموما مره بيقع رضانا، يعني بنشوف عند الناس في خلال تعاملنا مع الناس بنشوف زيجات كثيره كده، بيكون ناس تحس انهم سعيدين لكن ظاهريا كده دائما بيخفوا حاجاتهم. يعني طبعا طبيعه الانسان بيعتبر البيوت اسرار يعني، ما سلامك فما سلامك خير معبر للمرحوم عزمي احمد خليل بترحم عليه وشوف جينا ما لقينا في عيونك ذكرى ساكت المحبه. يا سلام. لا هي اغنيه في تغير، في تغير، جميله جميله جدا. تفضل اغنيه جميله ما سلامك. تفضل. يا سلام. Thank you.
ولا الكلام كان زمان كان زمان 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 هسي كلام والله يعني هويت تسيبنا انت برضو الخريف تحرم في الخريف
السلام يا سلام. طوالي انا حنتقل للشاشه، هناخد كم رساله نقراها وممكن بعد ذاك حضراتكم تعقبوا عليها. كل التحيه والتقدير لك يا نجود والضيوف الكرام. انا متزوج، كل ما يحصل نقاش بتقول لي اتزوج، الكلام ما عارف من القلب ولا كلام ساي. صلاح اسحاق دي بعدها ممكن نعقب عليها لو حابين تعقبوا. ده لأنه سؤال، هو ما عارف هل من القلب الكلام ده ولا زعل، ولا هي خلاص وصلت لمرحلة إنه المشاعر مش في المشاعر بتوصل لمرحلة بعدها خلاص. طيب كل التحية والتقدير للحلقة الرائعة. رأيي إنه بعض الأحيان يظلم الزوجين أو يظلم الزوجين بسبب كيدي من أهل الزوج بتحريضهم وبتحريضهم له على الزواج، وبالأخص لو كانت الزوجة من اختيار الزوج لوحده. ابتسام الصادق، وقعت لك الفكرة. يعني هو ما عايز، لكن الزن ولو هو اختار براو، ما هو عشان اختار براو. عشان اختار براو. منورة صديقتي نجود، أحسنت اختيار الموضوع، تحياتي لك. بس كل التقدير لتيم العامل برضو يا هند عبد المنعم خوجلي. لا يوجد زوجة ثانية ما دام الوحدة باقية على زوجة 10. وتحياتي إلى فنان الجماهير مجذوب أنسة، تحياتي لك يا هند. شكرا حبيبتي على الكلام اللطيف. عباس الطاهر، مساكم الله بالخير، موضوع جميل وشيق، ومن المواضيع المسكوت عنها أسباب التعدد. تتعدى أكثر من هذه الأسباب، ولكن يمكن أقواها الزعل بكل أشكاله وأسبابه. طيب يا عباس، أسباب إقبال الرجل على الارتباط بزوجة ثانية في تقديري هو اضطرار الزوج بسبب غياب العاطفة بينهم،
من أمثلة إهمال زوجته له وتشعره بأنه لا قيمة له فتجعله يبحث على امرأة أخرى تشعره بالعاطفة التي فقدها. تحياتي لك نجود وريان وفريق عمل الليلة بالليل وضيوفكم الكرام محمد إي بي، تحياتي لك. آراء الناس مختلفة ومقدرة طبعا، احنا نحترم كل الآراء. مساء الخير الغالية نجود العسل ومساء النور بكل سرور للضيوف العسل. تعدد الزوجات شيء شرعه الله للرجل، طبعا دي نقطة احنا لا نتحدث عنها بتاتا، ده أمر الله. والزوجة الأولى إذا تزوج الرجل الثانية فإنها تسوء ويحصل بعض المشاكل التي قد تؤدي إلى الفراق الأبدي رغم وجود الأولاد الذين هم بحاجة إلى وجود الأم والأب. فما هي نصيحتكم للرجل والمرأة بهذا الخصوص؟ شكرا مايسة سعيد. تحياتي لك يا حبيبتي الغالية مايسة، شكرا جزيلا إنك أنت نورتي، أنا بحبك جدا. الأصل في الزواج التعدد والأفراد خوفا من عدم العدل، ثم ثانيا تجربة زواج الصومالية هي تختار لزوجة ثلاث زوجات الأخريات. ود الطيب أبو زهرة، أنا طبعا ما قدرت أفهم قصدك شنو، لكن تحياتنا لكل عموما. أوكي يعني المرأة الصومالية هي تختار لزوجة ثلاث، أيوة تختار هي، هي اللي بتختار. عموما كل الجنسيات لها التقدير والاحترام يا ود الطيب أبو زهرة. أحلى حاجة التعدد لأنه فيه فائدة للمجتمع بقليل من نسبة العنوسة والتكاثر في المجتمع. ربنا حللينا أربعة بدل واحدة مثنى والثلاث ورباع. أيمن الطيب البطحاني، تحياتي لك يا أيمن. مساء الخير الجميلة جدا نجود. أولا أنا ضد مصطلح الشلابة مع كلمة تعدد، بتختلف أسباب التعدد من شخص لآخر وما دائما بيكون ناجح وأحيانا بيكون فيه راحة للزوجة الأولى. دلال أحمد، ده منطق مختلف برضو. شكرا يا دلال. السلام عليكم. التعدد ممكن يكون له أسباب كثيرة وإلا ما كان ربنا قال حلال. مريم عوض، مريم عوض تحياتي يا مريم. موضوع مهم شديد وتقريبا ما في بيت بترضى بتضر أبدا، وفي الحالة دي بالذات بيبقى كيدنا عظيم كتحذير لآدم، وربنا يبعدنا من الشلابات والرجال الخفيفين. وجد محمد طيب شدويا. شيراز تفضلي حبيبتي، رأيك شنو في الموضوع؟ نمشي طوالي. ازيك نورتي، كيفك حبيبتي انا؟ تمام. الله يخليك تفضلي. الله يسلمك. تكلموا عن شنو؟ شفت الموضوع؟ سمعت الشلابات غايته. شوفي فكرة انه راجل يتشلب ده ما في. طبعا ما في. هو عايز. بالضبط كده. هو حابب. في مثل بيقول لك يعني لو ناسك من ورق ما تلوم الهبوب. يا سلام. ده مثل. طيب اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، الناس اللي بينتظروا فقره سحب يعني من شركه بصمه للعطور على الجوائز القيمه. والليله حاجه جديده في اتصال. في اتصال واحد ولا اثنين؟ لا واحد. واحد والمبلغ؟ اول متصل بيفوز معنا بمبلغ 25000 جنيه مقدمه من شركه بصمه للعطور بالاضافه لسحبنا المعتاد على 10000 و30000. طيب. وكمان بما انه العيد قرب حيكون ان شاء الله في الايام الجايه في سحوبات على 50000 و100000 باذن الله. يا سلام، يعني الناس سعيد بمزاج. بمزاج. ارقامنا اسفل الشاشه مشاهدينا، مبروك مقدما طبعا لسعيد الحظ او سعيدة الحظ اللي حيكونوا معنا في اول اتصال. وحنبتدي معاكي شيراز. نسحب 10000. طيب يلا بسم الله. بسم الله. ورقتين. طيب اختاري. لا دي ورقتين ولا ثلاثة؟ برضه اثنين ثلاثة. دي. طيب يلا بسم الله. بسم الله. نشوف سعيدة الحظ نهى برير حبيب الله، ألف مبروك نهى، فزتي معنا بمبلغ 10000 جنيه مقدمة من شركة بصمة للعطور. ألف مبروك يا نهويا. بسم الله. 30000 جنيه يا رب منو حيكون معنا سعيد الحظ. أو سعيد، سعيدة أو سعيد الحظ. وبسم الله هختار من الجنب دي. بسم الله. ألف مبروك عائشة عبد الله من الأندلس 6. ألف أيوة. مبروك، ألف مبروك، فزتي معانا ب 30. نعم عائشة. ألف مبروك عائشة بمبلغ 30000 جنيه، والفازت معانا نهى برير برضو بمبلغ 10000 جنيه. طيب احنا في انتظار سعيد الحظ أو سعيدة الحظ، أول متصل معانا حيفوز بمبلغ
مالي مقدر جدا 25,000 جنيه، وترتيبات العيد والحاجات الجميلة اللي حتكون إن شاء الله من شركة بصمة للعطور. وأنا دائما بركز على موضوع العروض اللي بتكون خاصة، لأنه الناس بنتظروها من فترة للتانية. شراس، طيب الناس كلها بتمنى إنها تتابع صفحتنا على الفيسبوك صندلية كنداكا. العروض دائما بتنزل طوالي، انه والله الليله في عرض على العبوه الفلانيه، فيها تخفيض كذا، على طول بيكون في تخفيضات. بعد ذاك في حفل ساهر ان شاء الله حيكون تسليم الجوائز عبر سهره، حتبث على القناه، وحندعي كل الناس اللي فازوا معنا، وانت كمان مدعوه. اكيد انا سعيده بالحاجه دي، اني انا اكون اصلا جزء يعني من شركه بصمه للعطور، لانها بتخلي الناس تفرح. ما تتخيلي الموضوع ده اثره النفسي كيف مع جدا والله. الحاجات الكثيره الناس اللي بتكون حابها انها اصلا تحصل، فارزاق الله دي شيء مبالغه جميله جدا، خصوصا لما تكونوا انتم سبب مباشر. والجانب الاخر للشباب الحابين برضو يكونوا يعني عمود فقري واصيل من الشركه من خلال العمل معاكم، مندوب او مندوبه. ايوه، في مناديب ومشرفين بيجوا للشركه بيخضعوا لمعاينه بسيطه، يكون عندهم شهادة بتاعت سكن، بعد ذلك إثبات بتاع شخصية، بياخد البضاعة وبيسوق. نعم، كلام جميل جدا. إذا نحن مشاهدينا الكرام في انتظار أول متصل معنا للفوز بجائزة قيمتها 25,000 جنيه، ورقمنا أسفل الشاشة زي ما شايفين. وألو، مرحبا. ياسر عبد الرحيم. دي طوالي قال اسمه. انا كنت اقول لك اهلا وسهلا، رمضان كريم، كل سنه وانت طيب، معك نجود حبيب وشيراز من قناه النيل الازرق. ابراهيم محمد صالح، اهلا وسهلا. طوالي انت متابع معنا يا محمد. كيف ما متابع؟ عبد الرحيم محمد صالح، ده شيء يسعدني والله. عبد الرحيم، ياسر عبد الرحيم محمد صالح على اشهر مربع سبعه. طيب بس الاسم من جديد، كنترول معلش. تاج السير صالح الأزهري مربع سبعة. ألف مبروك يا تاج السير. تاج، أنا عايز أسألك، أنت متزوج واحدة ولا؟ والله أنا متزوج واحدة وأولادي كبار. ما شاء الله. ما شاء الله، حابة تقولي له حاجة؟ تاج السير عبد الرحيم ألف مبروك. والله متزوج واحدة واحدة بس. لا لا خلاص، احنا تأكدنا. احنا تأكدنا. طيب ألف مبروك تاج السير، فزت معنا بمبلغ 25,000 جنيه مقدم من شركة بصمة للعطور. شكرا لكم يا أخي، دي ليلة سعيدة جدا، وأشكركم وأشكر البرنامج جدا. شكرا لك، كتر خيرك. خذ رقمك في الكنترول يا تاج السير. ألف مبروك، تحياتي وتقديري لك. حابة تقول أي حاجة برضو شيراز؟ والله أنا لاحظت كل اللي اتصلوا الفازوا في الاتصال يعني على مدار الشهر الكريم كانوا رجال. ده حظ. ده حظ. ده حظ والله. فبنقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب تتهنوا بالجوائز إن شاء الله. أنا بشكرك والله جزيل الشكر على وجودك الجميل طيلة الشهر المبارك، وإن شاء الله طول الدهر كده إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. الله يخليك. سنة طيبين. الله يخليك. في أمان الله. إذا مشاهدينا إحنا متواصلين، وعندنا هنا عندنا فاصل. طيب عندنا فاصل إعلاني ونعود من جديد، خليكم معنا.